كنشكر قناة شوف تي في، قناة الشعب اللي تواصلت معاهم وجاوبوني في الوقت المناسب، جاوبوني كنشكرهم من هذا المنبر والله يسهل عليهم. وكنشكر الطاقم التقني كامل ديال شوف تي في. المهم انا جيت نعاود القصه ديالي والطلبات ديالي اللي كنتمنى المغاربه يوقفوا معايا ويشدوا بيا، يحسبوني ولدهم خوهم، هادشي اللي كنتمنى. المهم ما علينا، ندخلوا في الموضوع ونعرفوا شنو كاين. انا الاسم ديالي عن يوسف جابر، عندي 24 سنه، حاليا موجود في بلد البرازيل ماشي في المغرب، انا كاين خارج على البلاد، انا مقيم في البرازيل. انا الاخوان جيت بغيت نوصل واحد الرساله للشعب المغربي، وبغيت الشعب المغربي يوقف معايا في القضيه ديالي. انا اللي محتاج هو ان بغيت نلقى الاهل ديالي، والدي. انا عرفت راسي ملي كبرت، عرفت راسي في الخيريه، ما عندي لا والدي لا والو. ما علينا، نبداو في الموضوع. انا كبرت في، انا حطتني الام ديالي في الجردجة صومات حسان بمدينة الرباط. ملي حطتني الام ديالي جو البوليس، هما اللي هزوني من تماك من الجردجة صومات حسان بالرباط، داوني هزوني البوليس، داوني الحضانة ديال المريم. الوقيته فاش لقاوني البوليس كانت عندي تقريبا شي باقي تربيع، باقي 3 شهور 4 شهور بحال هكاك. لقاوني في سنة 1999، في 1999 بالضبط الجردجة صومات حسان. من اللي هزوني البوليس دوني للحضانة ديال لالة مريم اللي موجودة في الرباط، صافي دوني للحضانة ديال لالة مريم. المهم ضربت، بقيت تماك شي 3 سنين بحال هكاك. من بعد تحولت للدار البيضاء اللي هي الخيرية ديال دار بوعزاب، لا داعي للاسم، لا داعي داك الاسم ديالها. المهم اللي حولوني للدار بوعزاب، كبرت تماك، دوزت الطفولة ديالي كاملة تماك، حدي سنة ديال حدي 18 سنة دوزت الطفولة ديالي تماك. الحمد لله قريت، كنت واكل شارب الحمد لله، واخا كانوا شي مشاكل بعض المشاكل، المهم كنا عايشين بخير اللهم لك الحمد. وملي كبرت درت 14 سنة 15 سنة عاد عرفت الحقيقة، عاد عرفت راسي شكون انا وعلاش محطوط هنا. ملي جيت كنسول مع المؤطرين ديال الخيريه قال لي انت راه نتوما الدراري اللي كاينين في هذه الخيريه راه بلي راه نتوما جابوكم من الزنقه، البلاصه كيجيو لها غير ما عندهمش والديهم اللي كيلقاوهم البوليس ولا هذيك، كيجيو يربيوهم تماك، كيجيو يحطوهم تماك في الخيريه. المهم اش غنقول لك، تقبلت الوضع حيت ما عندي ما ندير، قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله وما شاء، الحمد لله مقدرين اي حاجه جات من عند ربي الحمد لله. المهم اللي وصلت واحد السن ديال 18 سنه، هذا هو الخطا اللي غيديروه الجمعيه، اللي بعض الجمعيات كيديروه بزاف هذا الخطا، حيت ملي كتقول 18 عام يخرج الطفل، خصو قبل ما يخرج الشاب ولا الشابه اللي خصها تخرج من الخيريه على 18 عام، خصها قبل ما تخرج خصها نوجهو، خصنا نوريو شنو يدير، خصنا نوجهو، خصنا نوريو شنو يدير، خصنا ندعموه. ماشي توصل 18 عام صافي خرجوا الله يعاون صافي. ما نكذبش عليكم الاخوان، انا ملي خرجت من الخيريه ما وقف معايا حتى شي واحد، اقسم بالله ما وقفوش معايا الخيريه كاع، كيقولك سير الله يعاونك صافي. كتوصل 18 عام صافي كيقولك الله يعاونك، بحال ما كتسالهمش. هذا خطا كبير اللي كيديروا اصحاب الجمعيات، اكبر خطا هو هذا. مع ما درنا التكوين الاول، انا عندي نيفو باك، انا خرجت على سيزيام اني، عندي نيفو باك، ما كون لقيت لي دعمني وهادي الحمد لله راه كون شديت الباك، ولكن الغالب الله وما عندهم قانون في شكل كيقولك الا سقطتي من المدرسه ما عندكش الحق تعاود كاع. المهم علينا، ملي خرجت من الخيريه اش نقول لكم، ملي خرجت من الخيريه كانوا صعوبات بزاف، واجهت المجتمع، واجهت الشارع العام. رغم ذلك انا خرجت من الخيريه ما كنعرف حتى شي واحد، ما كنعرفوش المجتمع كدير، ما كنعرفوش. رغم ذلك حنا كنا عايشين في واحد المحيط اللي معزول، كما كنقولوا كنا عايشين في واحد المحيط ضاير اللي معزول، ما كنشوفوش حتى بنادم، ما كنشوفوش، ما عارفينش الواقع شنو فيه،
حنا قهوه ما كناش كنعرفوا شنو هي قهوه كاع. هذا هو الخطا الكبير ملي واجهنا المجتمع، لقينا صعوبات بزاف، لقينا كاين اللي ما كيرحمش، كاين الناس اللي كيرحموا وكاين الناس اللي ما كيرحموش كاع، كياخذش بعد شي بار ديالك، كيقدركش ماشي. انا الحمد لله لقيت ناس اللي نصحوني في الصغر ديالي، لقيت ناس اللي نصحوني اللي وجهوني، كنطلب لهم الشكر من هذا المنبر، من هذا الفيديو كنطلب لهم الشكر الا كانوا كيشوفوني من اللايف، شكرا لكم والله يسهل على اي واحد. المهم انا لقيت ملي كنت صغير خرجت من الخيريه، لقيت ناس اللي وجهوني لقيتهم بزاف، وتا ملي كبرت وهادي لقيت ناس اللي وقفوا معايا كاع، ساعدوني في العمل، ساعدوني في شحال من حاجه، عطاوني شي نصائح، عطاوني شي نصائح اللي ما كانوش عطاوهم حتى الخيريه، ما عطاوهمش ليا، عطاوني شي نصائح اللي الخيريه والله ما عطاوهم ليا كاع. والحمد لله واخا تكرفص غير هذاك العام الاول ملي خرجت من الخيريه، راه داز عليك حل، راه العذاب لك حل، راك تشوف شي حوايج الله يسر وصافي. راه ملي كتواجه المجتمع وما عندك حتى شي واحد، لا والدين لا عمام لا شي واحد، راه واحد الصعوبات صعيب، صعيب باش تندمج في المجتمع، صعيب حتى باش تخدم، غير باش تكري راه صعيب. رغم ذلك ما كيبغوش يخدموك، هذا حتى هو واحد المشكل كبير كنواجهو كيواجهو الدراري ديال الخيريه في المجتمع، هو ان الخدمه قلت الشغل، كيبغوش يخدموك، كيعرفوك ولد الخيريه ولادي ما كيبغوش يخدموك، كيقولك لا اسمح لنا حنا ما نقدروش نخدموك. علاش حنا راه ولاد الخيريه، حنا خصنا نخدمو، راه خص الدوله اللي توظفنا، خص الدوله اللي توقف معنا، بالعكس حنا الاولي خصنا نستافدو من العمل، ماشي هادوك اللي عندهم والديهم، لا خص الدراري ولاد الخيريه خصهم اول وحدين يتوظفوا في العسكر في البوليس في شحال من حوايج، ولكن رغم ذلك ما شفنا والو.